Bon, درت لكم هذا الفيديو سبيسيالمون باه يعني بس كان بالي دي زيتيديون ياسر داخلين في حاجات ما بالهمش كيف ما هو يحوسوا عليا نصحهم واحد دايوغ قلت نهضر لكم في حوايج. بون هي يعني النصائح اللي اكثر فائدة عندها أكثر فائدة هي الأخطاء اللي ما تديروهاش أما ديك تالي ميثود كيف ما تقرا واحد هذيك ما نقدرش نقيسوا على العباد بيسك شاكان سون ميثود شاكان وكيف ما من الأخطاء. بون باه نركزوا حوايج اللي لازم ما تغلطوهمش. الاولى اكبر غلطه يديروها يطيحوا فيها لي زيتيديون انهم يركزوا على ماده على حساب المواد الاخرى, خاصه مثلا كي تكون مثلا سيونتيفيك تكتر من المواد المات فيزيك سيونس وتهمل المواد الادبيه. مي هنا انت اللي دي اللي ما عم بالكمش بيها كو هي صح اللي المات فيزيك سيونس عليهم الضربه. مي باغ اكزومبل نقول له انت انا واحد ناقص في المات ولا في الفيزيك وسيونس الفو عليه يكونبونساها يعني يعوضها بمواد خلاف. وش هي كيما تاريخ وجغرافيا تحفظها تدي فيها 18 16 سي فاسيل باسكو هي حفيظه بيور طلع باها المادة أخرى ما خدمتيش فيها. يعني لهذا جامي تهملوهم المواد الأدبية بس كما طلعوا بيهم. دونك باغ اكزومبل نبليش انا باغ اكزومبل في النهار تقرا زو سوايع مثلا فيزيك تريفيزي دو سوايع او موان ساعة نص ساعة دير شوي. وعندكم عندكم عندكم يفضل لك من عام وانتم ما كملتوش البروغرام تاع التاريخ وجغرافيا واسلامية. بون فلسفة خليوها اكوتي بس ماهيش حفيدة بوغ موا. فلسفة راهي تخدم مقالاتك بروحك تخدم لي زيدي تاعك بس امبوسيبل تقدر تحفظ نعم بعديش قداهن مقالة وبقداهن اسلوب واحد سي امبوسيبل كل واحد اسلوبه متقدرش تكون بيروكي تعاودها. لازم تخدمها الفلسفة تخدم مقالتك بلي زيدي تاعك كي تحط القلم في يدك تعود تهبط عليك لي زيدي باه دير. بون الغلطه الدوزيام ما هذوما مش ها غلطه مي الفو تتولهو انكم تكثروا من تمارين اللي ما عندهمش حتى فايده. لازم ديما تحلوا تمارين اللي فيهم افكار جديده و دو بريفيرونس مثلا مش انك تلقى تمرين ساهل هذاك تخدع به روحك من الاخر تخدع به روحك تلقاه ساهل تحلو وتحط فيه روحك سي بون حتى دي 18 نو. شوف التمارين اللي فيهم دي زيدي جدد فيهم تقدر تقول صعاب شويه مره على مره زيد في الفوليوم بس حد ممكن اللي كاينين تماريناتك تبقاو تحلو فيهم هما ساهلين وتخدعوا روحكم بالنيفو كيما كانت اسرع لقطه دي كاين حد يقراو لي كور. بون يقراو لي كور عند اساتذه في لي كور يجيبوا لهم التمارين سهله تافهه دايور داك لي زيتيديون يحط روحو سي با او جيني في المات نهار اللي تحط قدامو سوجي تاع الباك او يلقى روحو والو نو. لازم ديما تعرف واش تقرا من الاخر تعرف واش تقرا اول حاجه لازم تعرف كيفاه واش تقرا يعني تحلو تمرينات اللي عندهم فايده فيهم دي زيدي انت كي تحل تحس روحك تحل دي زيدي جيده حاجة جديدة لك طريقة جديدة عفس. بون مثلا كيما رياضيات ننصحكم انايا بيرسونالمون ننصحكم بالمغني فيه الجزء الاول والثاني. بون الجزء الاول كشغل تبان لكم تمرينات صغار مية ديك الحالات مثلا في الجزء الاول تلقاو فيه نهاية تاع هذه اللقطة تبان لكم تافهين تروحوا مي هذيك اللقطة كيما نقولوا قادرة تجيك دالة بالشكل هذاك من بعد تولي ما تعرفش تشتقها ولا لقطة. ما انا ننصحكم به المغني الجزء الاول والثاني فيه الباك حاوليات بيرسونيلمون مالغري ديت لا نوت كامله تاعي في المات مي الجزء الثاني كاينين واحد ما كنتش نقدر نحلهم مي راح ديروا ان غراند فورس فيه. بون تن الحاجه الثانيه بون قلنا انكم تكثروا من الحواجب بلا فايده وتانا كاينين اللي يقراو لي كور ضيعوا وقتكم في لي كور كيف ما دول كنت تروح تقرا لي كور ما تفهمش عند البروف هذاك وعليها صحابي نخسر دراهمي ونخسر وقتي عند واحد ما نفهمش ولا تروح تقرا لي كور ما تفهمش حاجه ما تساقسيش نو. رايح تقرا وبدراهم وتضيع في وقتك وزيد تروح تقرا ما تفهمش نو ما فهمتيش لازم تفهم. اذا كان شفتي روحك البروف هذاك مش فاهم فيك وحبدلو تو سامبلومون لازم تروح تقرا عند واحد تحس كي يهدر تحس في مخ قاعد يتشارجا. بون مش نشجع فيك من بعد تبطلوا لي كور بس كل واحد ولا كاباسيتي تاعو كاين واحد يحتاج لي كور لا مي اقراو لي كور
بون في وقت ساعتكم بيان سور. والحاجه الثانيه اقراو لي كور ب عند واحد يفهمكم، ماشي تروحوا تضيعوا لي وقتكم. بون الحاجه الثالثه تخلي كلش الغدوه غدوه غدوه من غدوه لغدوه، رانا في معاك ما بالكمش غدوه نديرها ديك غدوه نو تبداو من اليوم. بون هي في الاول اي صعيبه، ما نكذبوش على بعضنا صعيبه تاع تبدا تقرا يومي وما نعرفوش نو اي هي صعيبه، ماشي تيكي يومي 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 اكما تولي 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 روتين 12 وباه 12 12 نهار اللي تطلعوا لا فاك او زيتي 10 هوركم من الاخر. باه يعني نديرو مدوك في بالكم بلي الباك او حاجه تافهه بارابور نهار تطلعوا لا فاك، سيرتو اذا كان درتو دي سبيسياليتي. بون هاني قلت لكم ما تخليش كلش الغدو، ابدا اليوم وغدو وغدو، لازم تتحكم في نفسك، لازم تتحكم في نفسك. انا جيب ورقه، انا اليوم حندير فيزياء نديرها، حندير مات نديرها، حنحفظ الدرس الفلاني نديرها. الحاجه الثالثه بون فيسبوك هو سيت ان سوشيال ميديا، اون سي كو سوشيال ميديا عندهم دي زيفي كلكو سوا بينيفيك ولا لا. بون شوفوا اذا كان حاب تستخدموا فيسبوك استخدموه بحاجه تفيدكم. باغ اكزومبل لي غروب تاع باك 2020 واحد شفت فيهم في شفت دي حوايج دي زانفورماسيون تتبادلوا يعني دي بيان حاجه بيان. مي باش ندخل انا فيسبوك ونبقى نحكي مع فلان وفلتان جي سي با ودا يضيع لي وقتي ودا هاك نو صحايبي نو ما كانش هادي نفسي اولى. كيما تضيع وقتك بتحكي تحكي مع عبد ومن بعد كتكوش العبد هذاك، نقول لكم من الاخر شي دي كل ما تكبروا العباد واحد ما راح يدوم لكم في حياتك من الاخر، لا صحايبك لا صاحبتك لا بوتي دامور لا والو، واحد ما راح يدوم باش مالا بصح الباك تاعك راح يدوم. شتي الحسره ديك كي تاكي ما تقراش في لاني بوندون لاني و بعد كي توصل للباك وتلقى روحك ما زلتي ما كملتيش، ولا با اكزومبل ما تديش لا بون نون ولا ما تديش لا موين اللي كنت حاب، ولا بعيد شهر ما تديش الباك وتتفكر باللي كنت تضيع فيه وضيع فيه على الناس وضيع فيه هكا عم بالك حسره عم بالك تتمنى الموت تحصل لك لهنا. ديروا اللي عليكم لازم، انا قلت لكم سيرتو كاينين حيت كما يقراوش باسكو بون زاد دي زادولت يعني عم بالي نفهمكم جون كاين اللي عندهم دي ريلاسيون جو سي با كوا او عبد ما راح يدوم غير الباك تاعك راح يدوم والعام هذا راح يدوم، حتى اللي كان بقى لك العبد هذاك الباك راح يفض وقته. او اشترك انا في ديسمبر جون في فيفري مارس افريل ماي جوان فض وش بقى ما بقى والو الفض ضحيه شويه. بون انا واش نحكي لكم، بون مش حندير لكم درس في الاخلاق على الريلاسيون والعباد باسكو تكبروا تفهموا، بصح ما تضيعوش وقتكم وقرايتكم مع اي عبد ابار ماما كوبا باك برك ابار سام، ما تضيع وقتك على حتى عبد. الحاجه الاهم ما مش هي الاهم بس حاجه مهمه هي الاشخاص السلبيين في حياتكم. كاينين عباد من تقعد معاهم ما قريتش ما فهمتش ما درتش مش حاندي الباك مش حاندي مش ني حندير هادو عباد كي تقدم لهم بركه تحكمك الغمه تاع الطاقه السلبيه هذيك. من الاخر عندك شخص سلبي في حياتك باي، ما مش تقطعوا لا ريلاسيون تاعكم مش نقدر نحرش فيكم من بعده ليه، ديروا اسباس بيناتكم باسكو الطاقه السلبيه اي تعدي. ودي فوا دي فوا انا بيرسونالمون صرات لي تلقاها ما قريتش ما درتش هما يكذبوا عليكم يعني تجي غير فيكم. من الاخر اخويا ما قريتيش ما حفظتيش روحك تخلي حتى واحد ياثر عليك، لازم نحط حاجه في بالكم انا راح ندي الباك حندي الباك بونسيون نداها ما دخلنيش. الحاجه الاهم بس اصلا ما يكذبوا عليك ما دوما نص لي ما يشكي وشي ام يكذبوا. بون الحاجه الاهم هي ايمانكم بربي، ربي قال تفاءلوا خيرا تجدوه، هادي من الاخر والاولى والاخره. الحاجه الثانيه تاكلوا على ربي، بون كاين التوكل وكاين التواكل. شوف توكل على ربي توكل وتاخذ بالاسباب، يعني انا نتوكل على ربي انا نقرا ندير اللي عليا والباقي على ربي، هذه نتوكلت على ربي. بصح به توكل وترقد وما تقراش وتقول ما توكل على ربي لا، هذه الاخذ بالاسباب لازم. والحاجه الثانيه بون حاجه المهمه الثانيه والديكم، شوفوا حابين تنجحوا حطوا والديكم في بالكم
باباك وماماك عم تعبوا عليكم، عم مهما يكونوا والديكم يتعبوا عليكم، مام عندكم دي بروبليم، مام بس كاين دي كياسر وما نقدروش نحطوا كلش، والديكم تعبوا عليكم. امي هذيك تفشل ما نقراش وما نديرش، تفكر والديكم، تفكر باباك كيف ما تعب عليك، ماما كيف ما تعبت عليك، فرحوهم، فرحوهم بحاجة في حياتكم. الحياة هي قصيرة، وكما يقولوا ماما ام والدينا مش حيزيد يزيدوا معانا ياسر، كل نهار يزيد ينقص مع مرهم، الو نفرحوهم. شتي باش تخيلوا شتي الحاجة بتموتيفي روحك، ما قدرتش تخيل نهار الريزلتا، نهار تشوف الريزلتا تلقى روحك ديتي الباك وديتيه بموين دي حابو، فرحة تا والديك، فرحة تاعك، تعبك تنسى، تنسى كلش، مش من تعب والو، وديت الباك عم بالك المومون ديك اصلا تولي وتحسوا بلا شعور، ما تحسوش اصلا، خموا فيهم قبل اي حاجة بهم. وتخيموا تانا في امنياتك واحد بون باه نتفاهموا باك في حاجه بون جونغ هي انكم تحطوا هدف كبير في مخكم اك ما تقدروش توصلوا. مثلا حنقول انا حاب ندي الباك مثلا بديسات، كيف ما عباك حتعجزكم الفكره دي ديسات، وانا ما نقدرش نديه بكنز ولا ما نقدرش ندي بماي، لا ما انا نو هدف، حطوا صح الهدف انا ندي الباك مثلا، مي قسموا الهدف تاعكم الاهداف. قالها باغ اكزومبل انت انا كيما حتقرا، قال اليوم نقسم الاهداف تاعي باغ اكزومبل، اليوم نفيني ما نفيني ما اليوم نكمل تاريخ، اليوم ندير هاك، شغل قسموه من الاهداف لازم، والاهداف هذاك تخدموا عليهم صح، فهمتوني. بون النصيحة انا في الباك انكم تخدموا على اكبر نقطة ديما، اكثر شوفوا ديما اخدموا انكم تسدوا الفجوات تاعكم، اي حاجه ناقصاتك لازم تسدها. والحاجه تاني اخدموا انكم كي تدخل تحل السوجي اخدم انك به مش به تدي سيز ولا كانز ولا لا، اخدم على اكبر نقطه تدي لها، كما يقولوا طلبت فاطلب الفردوس، يعني اطلب الفردوس حتى كي ما تديش الفردوس حتجيك مرتبه اقل، ماشي ما يجيك والو. بون نتمنى تكونوا هكا عطيتكم كالكو زيدي، بون عن بالي هدرتي هادي بالك تلقاوها في بلايص ياسر، مي انا حبيت نكونفيرمي لكم عليها دابري ليكسبيريونس تاعي. بون ما باليش انا عطيتكم كالكو زيدي بركه تخفح، نزيد نعطيكم حوايج ياسر، جيسبيغ كو تنجحوا ان شاء الله. بون درت لكم هذا الفيديو سبيسيالمون باه يعني باسكو عم بالي دي زيتيديون ياسر داخلين في حاجات ما بالهمش كيف ما هو، يحوسوا عليا نصحهم واحد دايوغ قلت نهضر لكم في حوايج. بون هي يعني النصائح اللي اكثر فائده عندها اكثر فائده هي الاخطاء اللي ما ديروهاش اما ديك تالي